دلوقتي جه ميعادنا مع فقره وان شوت اللي بنركز فيها دايما على لقطات ايجابيه او خبر ايجابي بشكل عام. يعني لقطه اليوم من داخل ملعب الامارات اللي شهد مواصله النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي كتابه التاريخ وتحتيم فعلا الارقام القياسيه في الدوري الانجليزي البريمير ليج بقميص الريدز بعدما احرز هدف التعادل كان امبارح امام ارسنال الانجليزي في الدوري اللي انتهى طبعا المباراه بالتعادل الايجابي 2-2 بين الفريقين. هدف محمد صلاح خلى عنده رقم تاريخي جديد مع ليفربول بعدما عادل رقم روبي فاولر طبعا اسطوره الريدز برصيد 163 هدف ليرتقي كده الى المركز الثامن في قائمه هدافي الدوري الانجليزي عبر التاريخ متجاوزا انجاز الانجليزي جيرمان ديفو طبعا صاحب ال 162 هدف مهاجم توتنهام السابق ويعد كمان هذا الهدف هو ال 11 لمحمد صلاح في شباك ارسنال ليصبح الاكثر تسجيلا في تاريخ مواجهات ليفربول وارسنال برصيد 11 هدف مناصفة طبعا مع فيرمينيو لاعب الريدز السابق. بكل تأكيد كل التوفيق لنجمنا محمد صلاح اللي لسه قادر على تحقيق أرقام قياسية جديدة في مسيرته الاحترافية، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح وكل المحترفين المصريين.